يعني احنا في التسعينات كانت بتيجي طيارات خاصه عشان تتفرج على الزعيم عادل امام. لا غيرت رايي عشان العتبه زحمه قوي دلوقتي لما كبرت كده في السن، فانا ندمانه على اللي ما عملتوش مش ندمانه على اللي عملته. يعني فاتني حاجات كتير قوي. لا غيرت رايي عشان العتبه زحمه قوي وولادي صعبوا عليا انهم يروحوا الزحمه دي. يعني معقوله غيرت الوصيه عشان الزحمه بس؟ اه طبعا، عشان برضو الواحد لازم يفكر في ولاده وما يتعبهمش قوي كده. وصايا كتير ما احنا شفناها وقريناها، يعني وصايا مثلا اللي مكتوبه على معابد الفرعونيه اللي خاصه بالصدق والنظافه دلوقتي لما كبرت كده في السن، فانا ندمانه على اللي ما عملتوش مش ندمانه على اللي عملته. يعني فاتني حاجات كتير قوي ما عملتهاش. ده ندمانه عليها جدا. مثلا حاجات كتير عطلني فيها ان انا جبانه شويه، يعني نفسي كنت اعمل تجارب كتير قوي ما عملتهاش للاسف نظرا لاني جبانه شويه. طبعا حاجه جميله جدا، يعني اكتر حاجه ساعداني انه المسرح دايما مظلوم وما بيتارشفش، لانه احنا بتوع المسرح مش بيهتموا بالتصوير قوي، والوقت اللي انا اشتغلت فيه مسرح ما كانش فيه تصوير تقريبا. احنا انا انتمي الى مسرح التسعينات، مبسوطة بالتكريم عشان ده يعتبر تكريم لكل الزملاء، لأنه إحنا اشتغلنا في مسرح اسمه المسرح المستقل، كان فيه فرق مستقلة دي اللي كنا بنشتغل فيها، وكنا دايماً بنعرض في مصر وفي برا مصر، وعندي زملاء كتير جداً في الفرق دي مهمين خالص، أنا مبسوطة عشانهم وعشاني. لا مش متضايقه للدرجه دي، بس طبعا كنت افضل انه يتارشف، لانه كان في نهضه في مسرح التسعينات، كان عامل نهضه كبيره قوي في القطاع العام والفرق المستقله والقطاع الخاص وكله. يعني احنا في التسعينات كانت بتيجي طيارات خاصه عشان تتفرج على الزعيم عادل امام، فكمان كان في الفرق المستقله اللي هي احنا بنلم من بعض ونعمل مسرحيه وكده، فكان في جميع انواع المسرح. والله في مسرحيات كويسة جدا، بس ما فيش تيار مسرحي. يعني في كل ما بشوف مسرحية بتطلع بتعجبني، في كذا مسرحية عجبتني مستواهم جيد جدا، في ممثلين روعة، بس التيار المسرحي زي ما حصل في الستينات وزي ما حصل في التسعينات لا لسه مش متحقق. يعني سيدة المسرح سميحة أيوب مش محتاجة أنا أقولها حاجة، هي سيدة المسرح لسنين طويلة منذ الستينات لحد إحنا، يعني من 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 سنة 60 لحد 1924 هي سيدة المسرح، فتخ قصدي 2024.